سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني، كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه، وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل. احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله، وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت هات مير نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشاركه تمرين امبارح بشكل عادي جدا. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا ال 60 مباراه، عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان. فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير. التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 عندي لعيب عندي زي بعض، انا ما عنديش اصلا فكره التشكيل الاساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما.